بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بمحاضرتنا الثانية من دورة السؤال والجواب لمادة الصوت للمرحلة الأولى. حبينا قبل الامتحانات النهائية نفتح دورة مجانية لطلابنا الأعزاء حتى نقدر نقدم لهم شيء يستفادون من عندنا أثناء فترة الامتحانات. في المحاضرة السابقة أخذنا مجموعة أسئلة واختيارات أيضا، وقلنا هاي الأسئلة مهمة، وحقيقة شكرا جزيلا للطلبة اللي شاركوا ويانا. وأيضا إن شاء الله اليوم نحاول نسأل بعض الطلبة عن هذه الأسئلة اللي أخذناها. واليوم حقيقة راح أشرح لكم شيء مختلف. اليوم راح أخليك تسيطر على كل الفراغات وعلى كل الاختيارات وصح وخطأ الأستاذ اللي يجيبها بامتحانات الفاينل، سواء إذا كان امتحانك إلكتروني أو إذا كان امتحانك حضوري. هو أسئلة قاعد تجي للطلاب، أستاذ تجيني ايضا انا الي شخصيا، الاستاذ يجيب لي الاستاذ ذا ساوند فائز فراغ، صوت الفاء يعتبر فراغ، هنا الطالب يدوخ. يعني بالمناسبه حقيقه هذا الجدول اذا حفظته راح تضمن درجه جدا راقيه ودرجه جيده جدا بالامتحان، وهو يعني حقيقه وهذا الجدول اللي يقراه انا اضمن له راح يجيب ياخذ درجه كلش كلش عاليه بالفراغات بصح وخطا. هذا الجدول عبارة عن place of articulation و manner of articulation، طريقة النطق ومكان النطق. يجيك السؤال يقول لك manner of articulation، طريقة manner of articulation for the sound p، بالنسبة لصوت ال p تقول له stop، تقول له stop. ومرات يقول لك مثلا على سبيل المثال يعني consider stop يعتبر صوت توقفي. طبعا هذا السؤال هذا وين موجود البارحة أخذناه. يقول لك مثلا بالله هذا السؤال اللي أخذت لكم إياه البارحة، دقيقة البارحة أخذت لكم سؤال من هذا الجدول، يعني هم أكو طلاب ما جاوبوا يعني ما فهموا، طبعا هذا في الجدول موجود هنا يعني. دقيقة والله، وأنا نعم يقول لك ال ch وال j are consonants، ال ch وال j يعتبرن، ال ch وال j يعتبرون friction stop gliding. طبعا هذا الحكي وين موجود؟ كله موجود هنا، كله موجود بهذا الجدول. يعني مثلا يقول لك the sound ما and na يعتبر nasal. مثلا هنا قايل لك الجلايدنج صوت الدبليو والرا والياء الجلايدنج، وايضا احنا ذاكرين هذا السؤال ايضا جايبينه، يقول لك consist of glide، glide يعني انزلاق، يا صوت يكون بانزلاق، طبعا الصوت اللي يكون بانزلاق هما الدبليو الياء والدبليو والرا. فهذا الجدول كلش مهم، هواي تجي من عنده اسئله بالفاينل. طبعا من اقول manner of articulation بمعنى طريقة النطق، من اقول place of articulation يعني مكان النطق، وراح افهمكم شنو المقصود به. طيب اولا اول حقل عندي هذا الحقل الفوق اللي هو مكان النطق place of articulation، وعندي هذا النطق اللي هو وهذا الحقل اللي بالاحمر اللي هو manner of articulation اللي هو طريقة النطق. فمثلا هنا قايل لك عندك اول حقل هذا البايليبيال ذني حالات النطق، واللي هنا على الجهة اليسار هذني طريقة النطق. فاول حقل قايل لك اول صوت بادينا به هو البا والبا، احنا نبدي منه وننزل جوا بعدين نصعد ثاني شيء. عندنا البا والبا، يقول هذول البا والبا طريقة النطق مالتهم البليس اوف ارتكليشن بايليبيال. شنو يعني بايليبيال؟ كلكم وياي هسه انطقوا صوت البا، شوفوا لي هل يخرج الصوت بمساعدة الشفتين البا والبا والما والدبليو. كلكم هسه جربوا ياي، كلكم قول با با، يلا جربوا ياي، هل يخرج الصوت بمساعدة الشفتين؟ من يجاوبني؟ با والبا هل يخرج من خلال الشفتين؟ إذن هذا الصوت شفوي بايليبيال، يعني المكان النطق مالته بايليبيال. ليش بايليبيال؟ لأنه يخرج من خلال الشفتين بمساعدة الشفتين، فنقول عليه بايليبيال. إيش نجاوب هنا؟ قايل لك طيب، قايل لك ثاني مجموعة هما الفاء،
الفا والفا، شنو يعني فا والفا؟ يعني ليبيو دنتال، يعني معناها يخرج من خلال الشفتين والاسنان. بالله خلينا ننطق كليتنا صوت الفا والفا. هل صوت الفا والفا يخرج من خلال الاسنان والشفتين؟ الاسنان والشفتين، الاسنان فا فا فا، الاسنان العلويه والشفتين السفليه فا 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 فا، صح هذا الكلام؟ جربوا يا انتو فا فا فا. اه اذا لذلك احنا اعتبرناه ليبيو دنتال. ليبيو دنتال بالضبط. يعني هاي معلومات كلش مهمه، يعني اللي يفهم هاي المعلومات يفهم ماده الصوت حقيقه ويقدر يجاوب على اي سؤال. نجي على الثاء والذاء واللي يعتبر دنتال. طبعا هذا الصوت ايضا مجموعه كلش مهمه لازم نركز عليها. الثاء والذاء اللي هو يخرج من خلال الاسنان دنتال. ث ذ ث ذ. اكو 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 بعض الاطفال ما يقدرون ينطقون الثاء والذاء. ليش؟ لان الاسنان الاماميه مالته يكون مثلا خلل بيها، لو مكسور سنه لو شيء، فتلقاه ما يقدر يقول ث، تلقاه ما يقدر يقول ث. اكيد صايره وياكم شايفين يعني، ومرات ما يقدر يقول س، بدال الس يقول ث مثلا، يعني مثلا يقول سعر، يقول فعر فعر، ما يقدر يقول اس، اكو خلل. ليش؟ اكو خلل بالاسنان. يعني ايضا عندي الالفلر، الالفلر اللي هي منطقه الالفلر رج، وايضا عندي البوست الفلر. ذني كلهن نقراهن، يعني نقراهن نحفظهن حفظ ونحفظ الاصوات مالتهن. ونجي هنا على المانر اوف ارتكيليشن اللي هي طريقه النطق. شوف هنا من نقول طريقه النطق يعني بمعنى شلون يخرج الصوت. يقول لك الفا والفا احتكاكي فريجاتيف، فا 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 احتكاك، س ز س ز ش ج ج ج احتكاك. عندنا ايضا توقفي اللي هو البا با با ت ت تش تش ك ج، اكو توقف، اكو توقف عند نطق هذا الصوت، لذلك قلنا عليه ستوب. يعني هاي معلومات قد مهمه، انا متاكد قسم كبير من الطلبه ما يعرف شنو ستوب، سامع بس توقفه ما يعرف ليش توقفي، متاكد. زين، عندك النيزل، النيزل يعني انفي، يعني الصوت يخرج من خلال الانف. ما ن ن ن، انطق صوت الن وحاول تغلق انفك، اغلق الانفك اتقدر. ليش؟ لان هذا الصوت يخرج من خلال الانف. ايضا عندي اللترال، لترال يعني جانبي، يعني الهواء يخرج من خلال جوانب اللسان. ل ليف ل، هسه انت جرب جرب. ل جانبي. جلايدنج بمعنى انزلاقي، يعني الهواء اللي الصوت ينزلق انزلاق. دبليو را يا، انزلاق الصوت ينزلق انزلاق ويطلع. فهذا الجدول كلش مهم، هذا جدول كلش مهم لازم تحفظه. ويعني هو وياك وياك بالمرحلة الثانية تريده، بالمرحلة الثالثة باللغة تريد، موجود بكل مكان، فاحفظها من هسه وخلص من عنده. شلون جدول الضرب بالرياضيات؟ حفظه مهم. طيب، وأيضا عندنا رسم آخر حقيقة، هذا الرسم أنا أقول دائما علي هذا الرسم كلش مهم. يعني أنا حقيقة يعني يعني ما يحتاج نخليه يعني رسمي، اسهل لكم اياه واخلي لكم اياه بهذا الشكل. بس هذا الرسم يعني اذا ما فهمته واذا ما قريته، يعني انا اقول لك اياها، يعني خلي كتابك راح ترسب من المرحلة الاولى، انت راح ترسب. يعني راح تقول لي لا استاذ، استاذنا ما طلبه، حتى اذا استاذك اللي بالجامعه ما طلبه، حاول تقرا وتركز علي، لان هذا كلش مهم، كلش مهم. سامعين استاذ لما يشرح يقول لك السافت بالات، السافت بالات ريز، السافت بالات مرتفع، السافت بالات منخفض، الهارت بالات، الالفيلار ريج. تون قبل شوي قلت لكم الفيلار، الفيلار ريج، هذن كل سامعين بين بس ما تعرفون شنو هن. يعني اللي ما يحفظ هذا الرسم، اللي ما يحفظ هذا الرسم ويعرف شنو هو بالضبط ويعني يندل الأصوات، ما راح يفهم التعاريف خلاص، ولا راح يفهم أي شيء بالمادة.
هذا الرسم ارسمه 10 مرات احفظه. هذا الرسم يبدا ابديلكم بيه من جوا. منه اول حاله عندك الجلوتس اللي هو هاي هنا جوا. ثانيا عندك الفوكال فورتس. الفوكال فورتس اللي هو الفتحه الصغيره تكون داخل الحبال الصوتيه تكون اللي يكون بيها الفوكال الجلوتس. وايضا عندي اللاركس. طيب انا عندي اللاركس. اللاركس هي هاي المنطقه كليتها، وداخل اللارنكس عندي فوكال فورتس اللي هي الحبال الصوتيه. الحبال الصوتيه هم هذول الاثنين، هاي النقطتين اللي مرات تفتح ومرات تغلق. وايضا عندي الجلوتس اللي هي الفتحه تكون داخل الفوكال كورتس. بعدين نصعد لي فوق نجي لهنا، عندنا هاي المنطقه اسمها اللسان. هاي منطقه اللسان شبيها بها شغله مهمه، بها مناطق عندك التب والبليد والفرونت والباك والروت. اي طيب اي الجلوتس اسمها فتحه المزمار بالضبط. التب والبليد والفرونت والباك هذين مناطق اللسان. نجي هنا على مناطق سقف الحلق اللي هم الالفيلر ريدج والهارد بالت والسافت بالت. هاي السافت بالت مرات تفتح مرات تغلق. اذا ارتفعت لي فوق الهواء راح يخرج من الفم، اذا انخفضت لي جوا راح الهواء يخرج من خلال الانف. ايضا عندي اللبس الشفتين. يعني انت اذا ما تعرف وين الالفيلر ريدج، اذا ما تعرف وين الهارد بالت، اذا ما تعرف وين السافت بالت مكانها، ما راح تقرا صح خلاص. يعني مثلا اقول لك لو الالفيلر يعني مثلا اقول لك ساوند بريديوس وين ذا تانج توج ذا الفيلر ريدج، صوت يخرج عندما اللسان يلامس الالفيلر ريدج. زين انت اذا ما تعرف شنو هي منطقه الالفيلر ريدج شلون راح تقول له؟ فانت راح تنطق تقول مثلا الالفيلر ريدج هي المنطقه اللي تكون فوق الاسنان. فاحنا من نقول ن راح اقول له هذا الصوت ن. شلون عرفت ن؟ لانه يلامس منطقه الالفيلر ريدج. انطق شوف قول ن اللسان يلامس الالفيلر ريدج. اي نعم يلامسه. زين انت اذا ما تعرف هاي المنطقه الالفيلر ريدج شلون راح تجاوبه؟ اذا ما تعرف الهارد بالت شلون راح تفهم؟ هذا يجيك سوء تعاريف، فراغات، صح وخطا، اختي. يعني هذا الرسم اللي ما يفهمه غير واللي ما يحفظه حفظ. يعني ما راح يفهم كل تعاريف، كل التعاريف اللي عندك بالمنهج ما راح تفهمها حقيقه. فهذا الرسم وهذا الجدول اذني اعتبرهن جدول ضرب للرياضيات. اذا ما تحفظ ذني باعتبارك انت كل شيء ما قاري صوت. احفظ هذا الجدول بأي والله جدول ضرب مال صوت. هذا يعتبر جدول ضرب مال صوت حقيقة. ما بس يكون أسهل. أكيد هسه أنا من شرحت لكم إياه وفهمتكم اللارنكس والكذا، هذا راح يصير سهل عليكم. تجي بس تقعد تحفظ. شلون تحفظ؟ ترسم. أرسمه 5 مرات 6 مرات حتى لو رسمك مو صحيح، حتى لو ما تعرف ترسم، يا برسم لك دائرة وحط عليها نقاط وأشر عليه. حتى لو ما تعرف ترسم، أنا ما أريدك تخط لي خط، بس مجرد تجر لي. بس هذا الرسم يعني هذا يا باهش قد مهم يا أخوان يا أخوات. مهم جدا 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 مهم. يعني ما تتصورون إيش قد مهم، ما تتصورون إيش قد مهم. زين فيا أخوان رجاء احفظ هذا الرسم. احنا دورتنا مراجعة، لو دورتنا نقعد نقرأ المادة صدقوني كان اخذت لكم اياها بالتفصيل. بس انا دا اسوي لكم مراجعة للمادة حتى نقدر نسيطر على الاشياء المهمة واللي تجي بالامتحان. فيا اخوان يا ريت تقرون هذا الجدولين، وراح افهمكم الاسئلة اللي تجي على هاي المادة ان شاء الله يعني بالتفصيل. شوف يقول مثلا هذا السؤال، يقول طبعا حتى هذه الأسئلة من خلال هذا الرسم. يقول بس سؤال قبل لا أحكي لكم، أنا هسه قلت لكم هاي أعضاء المهمة للنطق. هل اللسان عضو أساسي عند نطق الأصوات جميعها؟ نعم اللسان عضو أساسي، أهم عضو عند نطق أعضاء عند نطق الكلام هو اللسان، يعتبر أهم عضو من أعضاء النطق. هسه إحنا طبعا يقول باور يقول فار. شوفوا هسه شوفوا راح شلون راح أشوفكم بأنه الرسم مهم. يقول فار ذا فا أن فا، بالنسبة للصوتين الفا والفا
are using tip-tape actions. يقول تستخدم مقدمة اللسان عند النطق. بالله عليكم انت شلون تعرف اللب تيب اللب تيث المقد الاسنان والشفتين؟ انت هنا لو ما حافظ الرسم ولو ما جرب ما راح تعرف شلون ان الاف والف هي اللب والتيث الاسنان والشفتين. شلون تعرف شلون تعرف بانه for the sound ما is blocked by the pack؟ يقول شوفوا شوفوا السؤال هنا يقول بالنسبه لصوت الماء الفم يغلق من خلال نهايه اللسان. بالله خلينا نقول ما 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 الهواء ما هو سبب اغلاق الهواء؟ شنو هو ما ما من اللي يغلق الهواء؟ ما ما الشفتين بالضبط شفتين ما. إذن هنا هذا جواب صح لو غلط؟ هو يقول the back of the tongue نهاية اللسان. غلط غلط يكون. شوف هنا يقول لك the stronchi is aspirated in the same way as p and t. الب is الك ذاك the back of the tongue. زين فهاي الأسئلة يعني هاي الأسئلة حقيقة هاي الأسئلة كلش مهمة وهذه كلها تقريبا إذا مو قسم كبير من عدها تقرأ من خلال الجدول اللي انطيتكم إياه. فهذا الجدول اللي انطيتكم إياه كلش مهم ضروري جدا نقعد نقرأ ونحفظها هو والرسم حتى نقدر نفهم شنو الفوكال فوتس شنو الجلوتس شنو الاورال كافيتي شنو النيزل كافيتي الهارد بالات السوفت بالات. فكلش كلش 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 مهم نقرا هذا الرسم حقيقه. هاي المحاضره الثانيه هي يعني لهنا اني راح اتوقف لهنا اليوم. هذني الشغلتين حبيت انطيكم اياهن واريدكم تقرون اياهن بشكل جيد ان شاء الله باكر.